السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أصدقائي، معكم أيوب أو يوبي، واليوم أتيت لكم بمقطع جديد ومو جديد من لعبة جي تي اي سان أندرياس. وفي هذا المقطع سوف أعرفكم على مكان تواجد سكيبيدي تويليت أو رأس المرحاض، فهيا لكي ننطلق. بداية دعوني لكي أريكم مكان تواجده في الخارطة في لعبة جي تي اي سان أندرياس، فهو يتواجد في هذه المناطق بالضبط في المجاري المياه، فدعونا لكي نذهب إليه مباشرة. كما ترون لقد وصلنا إلى هذه المجاري يا شباب، هذا هو المكان الذي يتواجد فيه سكيبي دي تويليت، وبالضبط في هذا المكان السري يا شباب. إن لم تضع لايك فأعرف أن الشيطان منعك. هذه هي المجاري المياه يا شباب، يجب علينا الوصول إليه، يجب علينا اتباع هذه الأنابيب إلى أن نصل إليه. طبعا هذا الأنبوب يا شباب سوف يخرجنا إلى الخارج، لكن هذا الأنبوب سوف يدخلنا إلى الداخل يا شباب. حسنا، أيضا في هذا الطريق مغلق، يجب علينا الذهاب من هنا كما ترون. يا سلام. حسنا، طبعا هذه الأماكن السرية ولن تعثروا عليها في لعبة جي تي اي سان أندرياس إن لم تقوموا بتركيب المود الذي سوف أضع لكم في الديسكريبشن يا شباب. يمكنكم الذهاب إلى الديسكريبشن أسفل الفيديو وكذلك تحميل ذلك المود. حسنا، لقد فقدت دراجتي. أوه شوفوا معي، لحظة، أين سلاحي؟ هذا واحد منهم يا شباب، هذا واحد منهم، يجب علي قتله. أوه قتلته. أوه شوفوا معي يا شباب، المكان مليء بهم يا شباب، شوفوا معي، المكان مليء بسكيبيدي تويليت يا شباب، شوفوا معي، عددهم هائل جدا. أوه ومنهم من يحمل منشار آلي، انظروا معي، هم الآن يحاولون الوصول إلي لكي يقوموا بالقضاء علي، لكنني لن أسمح لهم أبدا. حسنا، أوه لا تق لا 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 لحظة يا صديقي، لحظة يا صديقي، دعنا لكي نتفاهم. حسنا، لا يريد التفاهم يا شباب. حسنا، لا يريد التفاهم. أوه لقد صعدوا يا شباب، صعدوا، يجب علي القضاء عليهم. حسنا، على مهلكم. حسنا، أو حصلت على نجمة. واو، لكن شوفوا هذا المكان يا شباب، انظروا معي إلى هذا المكان، أسبق لكم وأن وصلتم إلى هذا المكان. أوه شوفوا معي، عددهم هائل جدا. أوه مازالوا كثيرين. حسنا، أوه يا للهول، شوفوا يا شباب كمية رؤوس المرحاض يا شباب الموجودة في هذا المكان، جميعهم يختبئون في مجاري المياه السرية هذه يا شباب. حسنا، دعونا لكي نحاول قتلهم. اوكي لقد قتلنا واحد اخر، يا سلام عليك. اوه مازال هناك العديد منهم. حسنا، لحظة. اوكي، اوه واحد خلفي، اوه هناك مجموعة. لحظة. اوه حسنا، موت انت. اوكي اين هو صاحب المنشار يا شباب؟ صاحب المنشار يا شباب سوف يقوم بقتلي. حسنا، تعال انت. اوكي ممتاز، قتلت هذا الذي يحمل المنشار يا شباب، ممتاز تخلصت منه، كان الصوت مزعجا وكذلك يا شباب هو ايضا كان مزعجا. اوه بقي واحد، اعتقد بانه الاخير يا شباب، سوف أقوم بقتل هذا الأخير بالمضرب يا شباب. حسن، تعال. أوكي ممتاز، أوكي حسنا، لقد سقط في الماء، على الماء. أوكي مات، جميل جدا، لقد قضيت عليهم أخيرا. واو كان عددهم هائل جدا يا رفاق، لا أعرف ماذا كانوا يفعلون هنا، لكن أعتقد بأن هذا هو مخبأهم السري، ولقد اكتشفناه معا يا شباب وقمنا بالقضاء عليهم. أما الآن بعد أن قمنا بالقضاء عليهم، لا زال لدينا القليل من الوقت شباب لكي نكتشف معا هل يوجد هناك المزيد منهم أم غير موجود. حسنا، ليست لدي، أوه شوفوا معي، حسنا يمكننا مشاهدة السيارات يا شباب من الأسفل هنا. عموما دعونا لكي نحاول الصعود والخروج من هذا المكان يا شباب، مع أنني
لا أعتقد بأنه يمكننا الخروج من هنا، لقد علقنا يا شباب. حسنا، لكن عندي حيلة جميلة جدا يا شباب، وهو سآتي إلى هنا، أفعل هذا الزر، بعد ذلك انظروا معي. يا سلام، القفزة الطويلة. القفزة الطويلة يا شباب، شوفوا معي. حسنا، أولى. حسنا، أو ممتاز، خرجت أخيرا. ممتاز، خرجت من تلك الحفرة يا شباب، والآن دعوني واصل في التقدم. دراجتي يا شباب لقد فقدتها، تركتها هناك لأنني لا أستطيع الخروج معها. طبعا لدي نجمتين والشرطة الآن سوف تطاردني. أوه، يوجد مكان هنا يا شباب، شوفوا معي. وات؟ أوه لحظة، نحن لا نريد القفز الطويل. دعوني أقوم بإلغاء تفعيل هذه الميزة، وأقوم بتفعيل هذه الميزة يا شباب. حسنا، أيوه حسنا حسنا. يوجد هنا مكان سري يا شباب وخطير جدا، شوفوا معي، توجد عليهم علامة قف، لذا لن نقوم بالدخول إليها يا شباب. إن أردتم أن نقوم بالدخول إلى هذا المكان فادعمونا بزر لايك يعني، وأوصل هذا المقطع إلى أكبر عدد من اللايكات يا شباب. كما ترون يوجد هنا أماكن كثيرة يا شباب يمكننا استكشافها، وكما ترون حسنا هذا المكان مغلق، هذا المكان أيضا مغلق، هذا الأنبوب مغلق، وكذلك يوجد هنا ممر يا شباب يمكننا العبور منه، ويوجد هذا المكان أيضا لا أعرف ما هو. حسنا، أعتقد أن سبق لي وأن أتيت إلى هذا المكان، لا أدري صراحة، لكن عموما إن أردتم أن نقوم باستكشافه مرة ثانية مثل ما أخبرتكم، أوصل هذا المقطع إلى أكبر عدد من اللايكات لكي نكتشفه معا يا شباب. وطبعا لمن يريد المود فسوف أترك رابط المود أسفل الديسكريبشن يا شباب لمن يريد تحميله. حسنا، وصلنا إلى مكان سري آخر يا شباب، هذا المكان كبير جدا شباب، شوفوا معي. حسنا، أنا الآن أضعت طريقي. شوفوا معي، هنا ثلاث ممرات يا شباب، لا أدري صراحة من أي ممر سوف أدخل منه، لكن أتعرفون أعتقد بأن أنني طولت قليلا في المقطع، وسوف أقوم بالخروج يا شباب إلى المقطع المقبل إن شاء الله لكي نقوم باستكشافه بالكامل. وهذا طبعا يعتمد على دعمكم يا شباب، إن حصل هذا المقطع على دعم أكبر فسوف أقوم باستكشافه معكم، إن لم يحصل على الدعم فسوف أنسى أمره يا شباب. أوكي، من أين أتيت أنا؟ حسنا، هذا هو الطريق الخروج، والآن هذا هو الأنبوب الذي يأخذنا إلى الخارج يا شباب. كما ترون هذا هو، الشرطة يا شباب في استقبالي كما ترون، وسوف يحاولون مطاردتي، لكنني سوف أحاول الهرب لهم يا شباب إلى مكان لا يستطيعون اللحاق بي. حسنا، كما ترون هذا المكان جميل جدا. وعلى العموم إلى هنا وصلنا إلى نهاية المقطع، فأتمنى أن ينال على إعجابكم، وأتمنى أن لا تنسوا دعمنا بلايك واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، وقم بتفعيل زر التنبيه لكي تتمكن بكم كل ما نزلت مقطع جديد، واشروا المقطع مع أصدقائكم. أراكم في المقطع المقبل إن شاء الله، كان معكم أيوب أويوبي، إلى اللقاء.